التغيير ممكن إذا امتلكت الإرادة. 20 سنة صبرت، يلا قدرت أبني بيت للأطفال، وهذا البيت اليوم صار 5 بيوت. هشام الذهبي مؤسس البيت العراقي للإبداع، مؤسسة ترعى الأطفال الأيتام والمشردين وفقية الرعاية الأسرية والتعنيف الأسري. مشروع بدأ مع طفل واحد، وبعد ذلك توسع المشروع إلى 5 فروع في 5 محافظات عراقية، وبعد ذلك احنا دار لكبار السن يرعون الشباب اللي تخرجوا من المؤسسة. وكذلك اليوم عندنا حوالي 1000 بنية احنا متكفلين بكل احتياجاتهم الدراسية. كل ما أطفالي ينجحون بأي جانب من جوانب الحياة، كل ما يأتون زخم وطاقة إيجابية خلوني أستمر. كل ما أشوف معاناة أكبر للأطفال كلما أزددت إصراراً على أن أستمر، لأن قضية مو قضية أنه إشقد نجيب أطفال يعيشون عندنا، قضية إشقد ناس نأثر بيهم يشتغلون نفس شغلنا ويساعدون الأطفال. فهي رسالتي كل المجتمع أن الأطفال اللي موجودين بالشارع كلهم ضحايا وليسوا جنات. أتمنى أن تتعاملون معهم بطريقة مختلفة، وأنه تكونون جزء من ترتيب حياتهم وتأمنون مستقبلهم، لأن هذول هذا الجيل إذا ما إحنا أمننا مستقبله راح يكون يعني الضرر يقع على الجميع وليس عليه وحده.